السلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. مستلزمات الشتاء بأقل الأسعار وعروض قوية جدا إلى 9 نوفمبر. وين؟ في كشخة ستايل. المستلزمات الرجالية تشمل الخمسة فروع، هذا الفرع الرئيسي بحي الروابي، ويشمل حي الوادي والنرجس والقيروان، ولهم خمسة فروع بالتحديد. بمجرد تكتبون كشخة ستايل المستلزمات الرجالية بيوصلكم لأقرب فرع، أو اكتبوا كشخة ستايل الروابي يوصلكم لهالفرع، وعندهم جميع الخدمات حتى تقصيد. لذلك العروض القوية والأسعار والأصناف للشتاء في السنابات القادمة. مع الفروات الشامواه وبأقل الأسعار، سؤال، كم يجي منهم اللون؟ منها تقدم لك خمس ألوان. خمس ألوان: الرمادي، الأسود، البني المحروق، الجملي. يا سلام، ألوان متوفرة بجميع المقاسات، كميات تخدم الجميع. السعر كم هالفروة؟ كم تتوقع سعرها هسه؟ فروة بهالمقاسات وبهالألوان، مقاسة رجالية، بسعر 38.90 هللة. 38 ريال و90 هللة. هذا العرض إلى 9 نوفمبر 2024. واللي يبغى القبوع وفرنا لكم القبوع بسعر الأكثر على طلب. سابقة ب 119، الآن 59 ريال فقط. 59 ريال قبوع وفرو. يا سوري، والنوع التقييم الخفيف. يا سلام، ب 59 ريال. اجمع الفروات الولاد اللي هنا، قبو وفرو زي ما نلاحظ ونشوف. اقل سعر ممكن تلقونه هالايام، قارن بنفسك، لقيت اقل من هالسعر الفروات خذ من برا مباشره، ما لقيت لا يفوتك هالسعر القوي. قبو ياخذونه بكم؟ 34 ريال فقط. 34 ريال وعده الوان. الشبابي بكم؟ الشبابي 38 ريال. حنا نتكلم على فروه قبو زي ما نلاحظ ونشوف التفاصيل اللي فيها. بسعر الشباب 38 ريال، بينهن 4 ريال يعني 34 و38. يا سلام، تشوفون الكميات قدامكم وعدة ألوان. بالنسبة للفروات الرجالية، وش النوع اللي عندك؟ هذا المخمل. يا سلام، المخمل الثقيل عندهم يجي من عدة ألوان، جميع المقاسات وجميع المقاسات. 75 ريال فقط. خمس الرجالي 75. 75 ريال. تسمعون عدة ألوان، شوف ألوان. يا سلام، تشوفون الكمية. 86 ريال قبوع، وبدون قبوع ب 75 ريال، وكميات وعدة ألوان. أيضا الفروات النسائية موجودة عندهم بعدة ألوان وقبوع، وبسعر 98 ريال فقط. 98 النسائي، خمسة ألوان منها. يجي من خمس ألوان. وش بعد بالنسبة للأسعار اللي فروا؟ البناتي الشبابي 55 ريال. 55 ريال. وش بعد؟ عدة الأطفال أيضا، الفروات للأطفال 45 ريال وعدة ألوان. عندهم أيضا الجاكيتات الفرو بعدة ألوان كلها النسائية، أيضا اللي هناك خيارات الطويل أو الوسط، كلش موجود عندهم. فجمع الثياب الرجالية الشتوية وبأفضل الأسعار، جاهز في كشخة ستايل مستلزمات الرجالية ومن معملهم. زي ما نلاحظ نشوف الشغل اللي عندهم، وأيضا سحاب وقلاب وكل الألوان بلا استثناء موجودة. حنا نتكلم على الثياب الرجالية الشتوية، المقاسات كلها موجودة. السعر كم؟ شوفوا الخياطة، شوفوا الشغل، شوفوا كيف الأمور. الحشوات والسحاب. يا سلام، الحشوات والسحاب. وبكم؟ ب99 ريال، علما حنا في فرع الروابي الفرع الرئيسي ويشمل جميع الفروع. 12 لون منه. 12 لون، جميع الألوان الشتوية بلا استثناء تأخذونها ب99. تكلم على الرجالي ب99 ريال فقط. حرك موترك وتعال الكشخة وخذ منها الثياب الشتوية الرجالية. أدري إن أكثر ناس تبحث عن الثياب الشتوية المقلم عندهم. كم لون؟ 13 لون. ثياب شتوية مقلم، المقاسات الرجالية أغلب المقاسات موجودة عندهم. أيضا الحشوات ممتازة جدا، وسحاب وقلاب. وبسعر كم؟ 119 ريال. خيارات كثيرة جدا 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 في الثياب الشتوية، 119 ريال فقط. يبون الثياب المطرزة الرجالية. أول شيء قبل السعر القوي، كم اللون؟ كم لون منه؟ من الثمانية ألوان. تشوفون المقاسات المتوفرة. يا سلام، تشوفون التطريز، تشوفون التطريز هنا كلهن سحاب كلهن قلاب. يا سلام، من مصنعهم أو معملهم الخاص. بكم يأخذون الثوب الرجالي من ثمان ألوان؟ أي لون يختارونه؟ بسعر كم؟ 125 ريال. المطرز 125 ريال فقط.
أدري إن كل من قابلني السنة الماضية يقول لي من وين ماخذ هالقماش اللي هو شبيه الخلية. شوفونا قدامكم، شوفونا قدامكم، أنا معي نفس اللون هذا. شوف شوف اللي عندك هذا نفس اللي هنا، نفس اللي هنا، هذا اللي لابس الآن. شوفون يا جماعة، شوفون عينكم 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 عينكم. ترند هذه السنة. تأخذ منه يسألونك من وين ماخذها بالتحديد. أنا سئلت أكثر من 20 سؤال من وين ماخذ هذا أو الخلية. نفس هذا بالضبط تقريبا. يعني اليوم عندكم سعر قوي جدا وعرض إلى 9 نوفمبر. كم يجي منه لون؟ 9 ألوان. تشوفون قدامكم سعر، يا سلام، ب139 ريال فقط. 139 ريال، 9 ألوان، تختار اللون المناسب لك. أيضا سحاب وخيارات كثيرة جدا. هذا رجالي ب139 ريال، أغلب المقاسات موجودة عندهم ب139. استفيدوا جميع المقاسات الرجالية متوفرة. يا سلام، ب139 ريال. استفيدوا يا جماعة. أبغاك تعطيني أسعار الثياب الشتوية الولادي والشبابي السحاب وأيضا مطرز وسادات. مطرز من الأسعار. عطني الأسعار، الولادي بكم الأسعار؟ من 40 إلى 32. هذا المقاس من 40 إلى 32. المقاس بكم؟ ب75 ريال فقط. 75 ريال. وش بعد؟ الشبابي من 50 إلى 42، 85 ريال فقط. ب85 ريال الشبابي. فيه في كم من لون؟ في منه ست ألوان. ثلاثة غامق ثلاثة فاتح. حنا موجودين في كشخة ستايل المسلزمات الرجالية وعروض الشتاء القوية إلى 9 نوفمبر. ذا لا قولوا لك أقل الأسعار على الثياب الكويتية الشتوية هو الدشداشة. لكن ملاحظة، حنا في كشخة ستايل المسلزمات الرجالية فرع الروابي هذا العرض فقط، باقي العروض موجودة في جميع الفروع. هذا في فرع الروابي وأقل سعر فعليا أنا صورته. جماعة المقاسات الرجالية يأخذونها بكم؟ 59 ريال فقط. كم في من لون؟ في منها فوق 7 ألوان. فيه 7 ألوان. والمقاسات الرجالية 59 ريال. المقاسات الشبابية 49 ريال. المقاسات الولادية 39 ريال. يا سلام، شبه جملة مباشرة. الثياب السعودية متوفرة بجميع الفروع. يا سلام، هذا في فرع الروابي 59 رجالي، 49 شبابي، 39 ولادي. الزمات الشتوية اللي هنا الرجالية بأقل الأسعار، الدسوس هذه يأخذونها بكم؟ ريالين. يا سلام، أسعار قوية جدا بريالين فقط. القبوع الفرو مبطن زي ما نلاحظون، شوف 4 ريال. سعر حريق شرابات تكرمون. القصير أو الطويل بعدة ألوان، الدرزن 12 حبة 18 ريال فقط. عدة ألوان درزن 12 حبة ب18 ريال. كميات موجودة. هذا لا قالوا أقل الأسعار على البجايم، دروش. هذا النوع بالتحديد قطعتين طبعا، بجامة شتوية. يجي منها الوان ولا اللون الأبيض؟ اللون الأبيض فقط. اللون الأبيض فقط. سؤال قبل المقاسات، في كل الفروع ولا في هالفرع؟ جميع الفروع متوفرة. جميع الفروع. عطني المقاسات. 4X 5X 6X الجامبو اللي تأخذها منها بالسوق ب70 عند كشخة ستايل. أوهو، هالكرتون بجامة كاملة من 4 إلى 6X 19 ريال فقط. الفرو طيب، يبغى الفرو الجودة الممتازة اللي ما يحب يبغى ينمش، 47 ريال الرجالي وعدة ألوان، والشباب منه 38 والولادي 31. يا سلام، ويجي من عدة ألوان، جودة مضمونة، وهذا ب19 ريال. شوف يا جماعة، ثياب ريندر موجودة عندهم وقبوع وسحاب. عطني تفاصيل هلا. جوخ، يا سلام، وعدة ألوان. ألوان منه مقاسة الرجالية، جميع المقاسات الرجالية سعر 86 ريال. 86 ريال جميع المقاسات الرجالية. واللي يبغى الفرو معروف المغرب. أي هذه ثياب الفرو تشوفونها قدامكم يا جماعة. 48 ريال فقط. وقبوع وبكم؟ 48 ريال. 48 ريال. 48 ريال. لأول مرة نسوي هذا. يا جماعة الغترة الشتوية اللي هنا سعر قوي جدا. أسألك، المقاسات موجودة كلهن؟ جميع الفروع وكميات. يا سلام، هل غترة الشتوية يأخذونها بسعر كم؟ أتوقع 19 ريال غترة شتوية مقاس رجالي. تسمعون؟ 19 ريال. إلى مقاس كم موجود؟ إلى مقاس 60، من 54 إلى مقاس 60. من 54 إلى 60 ب19 ريال. ادخل لي على الشتوي اللي هنا، شال أبو خروف. شال حب الرمان. أيوة. لا خلنا على اللي هنا. أبو خروف ب 14 ريال و90. 14 ريال و90. 8 ألوان. اللي هنا. حب الرمان 12 ريال فقط. 12 ريال حب الرمان، ويجي من خيارات في الألوان. وش بعد؟ واللي يبغى
10 القطن المطراز بأقل سعر عندنا 29 ريال. 29 ريال هالشالات المطرز ب 29، وخيارات في الألوان زي ما نلاحظ نشوف. أيضا عندهم ماشي مميز صناعة هندي كشميري 79 ريال، مقاسة 55 65، واللي يبغى الجوخ توقع من 150 ل 149 ريال. الجوخ هنا 149، يا سلام، و 149 وخيارات كثير جدا. ديريات اللي هنا متخيلين ان اسعارها على 9 ريال؟ هنا ولا تحصلها بسعر. طيب المقاسات كم؟ المقاسات من عمر سنة الى 6 سنوات، من سنة الى 6 سنوات. طيب في 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 هذا الفرع فقط؟ جميع الفروع متوفرة. اكيد جميع الفروع. يا سلام. وش بعد؟ الشبابي من عمره 13 سنة 17 ريال فقط. وجبنا لهم اقوى العروض وحرقنا السوق. هذه العروض الى 9 نوفمبر او نفاد الكميات. عرض يهز الارض. طيب. بمناسبه افتتاح فرعنا الخامس ب 27 ريال من نوع عده الوان لمتابعينا كما قلت متابعين تشخيص ستايل. يا سلام، 27 ريال الرجالي. جميع المقاسات وجامبو وعادي كل المقاسات موجوده. تسمعون، 27 الى 9 نوفمبر او نفاد الكميات في جميع الفروع. مجمع سديريات دبل فيس على وجهين، خيارات وألوان جميلة جدا جدا جدا. طبعا على وجهين، فيه الفرو من ناحية القلاب وفيه السادات وكلها دبل فيس، خيارات كثيرة جدا في الألوان. وفي منهن سحاب أصحاب المطر اللي يبغى قبوع قبوع، هذا لون وفي عدة ألوان منها. أبا أقول لكم شيء، كل الخيارات اللي شفتوها الآن على 99 ريال لأي سديرية من الأشكال الثانية. هذا حابين الفرو زي اللي انت لابسه بالضبط. يا سلام. سابقا ب 180 حاليا 129 ريال. الخيارات اللي هنا الفرو 129، والخيارات اللي قبل شفتوها ب 99 ريال. سديريات باشكال جميله جدا عندهم. ايضا هذه الالوان الثانيه هنا زي ما نلاحظ ونشوف. بالنسبه للسديريات الولادي عندهم خيارات كثيره جدا والوان رايقه زي ما نلاحظ نشوف. عفوا اي نعم، هنا الفرو وتلبس على جهتين بسعر كم؟ الشبابي ب 89. الشبابي ب 89، القلاب والولادي ب 79 ريال. يا سلام. واللي يبغى من هذه الساده الشبابي ب 79 والولادي ب 69. تسمعون الاسعار، هذه الخيارات الموجودة عندهم وكل شكل يجي منها ألوان كثيرة. خامدة اللي تكون واقفة مو طايحة اللي على الجسم. يا سلام. وقفة الصديرية. يا سلام. اي الخامة الواقفة. جودة وسعر. يا سلام. خيارات الهاي نك اللي عندهم كلهن نزلت جديدة. طبعا خيارات في الألوان. السعر بكم؟ على سعر الصدمة يا باشا. 29 ريال فقط. يا سلام، خيارات كثيرة جدا زي ما نلاحظ ونشوف، وكلهن استريتش طبعا. يا سلام، يجي منه تقريبا 10 او اكثر، 10 الوان او اكثر ب 29 ريال فقط. مريحة طبعا، هذا المناسبة بمناسبة فرعنا الخامس، افتتاح فرعنا الخامس. يا سلام، 29 ريال. فجمع الخيارات الشتوية اللي هنا البلوفرات، ما في شيء أغلى من 69 ريال في قسم الإسبورات عندهم، سواء بلوفرات هذه الأشكال الخيارات الحديثة سادات أو سحاب زي ما نلاحظ نشوف، كلهن شتويات على 69 ريال فقط. المخطط، السادات، المقلم على 69 ريال. هذه التشكيلة الكبيرة جدا والخيارات ب 69 ريال، وكل المقاسات موجودة، خيارات كثير جدا 69. أيضا اللي هنا بعد 69، تشوفون البلوفرات اللي هنا سواء جوب، قبوع، بدون قبوع، سادات، تصاميم، ألوان، ألوان الترند كلها موجودة. المبطن زي ما نلاحظ ونشوف قدامكم ب 69 ريال فقط. ما قد العرض هذا قوة ما يتفوت، الولادي والشبابي ب 39 ريال. 39 ريال فقط. اللي عنده أولاد شباب كثير أقوى عرض بكشخص ثاني. الولادي والشبابي ب 69 ريال، 39 ريال، من قوة العرض أخطينا. والرجالي ب 69 ريال. يا جماعة هالموديلات ما بتكلم عن الأسعار، أبتكلم عن الخامات. أشكال وخيارات وخامات غير دارجة في السوق تماما. تعال بنفسك وشوف الجودة العالية إذا جيت عندهم. كلهم وين أطقم بنتل، خاصة اللي مكتوب عليها بنتل بالتحديد، خامات رايقة بالحيل جدا جدا جدا. خامة متعوبة عليها. يا سلام. مش مجرد سعر، خامة متعوبة عليها، هذا من مصنعنا الخاص. تقدر تطقم أنت و عندهم خيارات شبابية ورجالية وأيضا ولادي. يا سلام.
لذلك الخامات العالية موجودة عندهم في أطقم بنتل. خامات طبية وأنصحنا فيها والله. شوفون يا جماعة أحذية سكتشرز بأقل الأسعار زي ما نلاحظ ونشوف خيارات كثيرة جدا. هذه الموديلات بالتحديد على 185 ريال زي ما نلاحظ ونشوف قدامكم التشكيلة الكبيرة 185. أصور لكم الموديلات، هذا الموديل، الموديل اللي هنا، الألوان الثانية أيضا التشكيلة هنا 185 ريال فقط، سواء الخيوط اللي هنا أو بدون على 185. إذا بنصحك نصيحة لله في الله وعن تجربة من 5 سنوات، أفضل شرابات تكرمون هي هذه الشرابات الموجودة في كشخة ستايل. والله إن من 5 سنوات وأنا ألبسها، أول شيء هي معطرة بالأساس، وأيضا الخامة المستخدمة اقرأ عنها فيها تفاصيل كثيرة جدا. إذا بنصحك نصيحة أو تعاني من مشاكل مثلا في القدم أو تبي شيء مريح جدا، أنصحك في هذه الخيارات الموجودة من هذا النوع في كشخة ستايل. 5 سنوات وأنا ألبس منهم، تدعي لي والله. أنا خلصت كل شيء ولكن طالع لأني أخذ كل مرة من هالخيارات، تشكرني عليها شكر غير طبيعي. هذه نصيحة من القلب للقلب، خاصة في الشرابات الجودة العالية. أفضل شراب أنا جربته، سواء يجي منها شتويات، يجي منها هالخيارات، الخيزران أعتقد، أو لها اسم معين، لذلك اسألوا عن هالشركة موجودة عندهم. هذا صوف ترمى تركي، تركي طبعا، هذا معطر، وأيضا اللي هنا الخيزران. عن تجربة زي ما ذكرتكم 5 سنوات ألبس من هالشراب، والله أنها أفضل شراب جربتها بشكل كامل، موجودة في كشخة ستايل، دائما أخذ منها نصرة، ما أذكر أني طلعت من عندهم مرة وما أخذت من هذه، جميلة جدا جدا جدا.